فرق، بس طبعا لازم يكون هنيك لحتى يجرب ياخذ ناس ويعمل لهم ميك اوفر دغري مباشره على 3 2 1. على رول تيست اوديو بليز. لا ما تقول لي صار لي ساعه بحكي هاني. لا سين 1 تيك 10 حلو عني. شو انه صار لي ساعه عم بحكي؟ عم بحكي مع مين انا؟ ماشي باي. عمرها 15 حياتي يعني بين اكبر من عمري. ليش كلنا بصوت واحد؟ لانه حتى ايلاينر مقويتهم ومبينين اكبر من عمرنا. لابسه كل شيء اكيد انه الوان متناسقه، ازرق بازرق، حبيت الكونفرس لونا نرمادي، كسرنا شوي بس شوفي شو بدنا نعمل. يعني alright نحن بالحدث رح نكفي بعد الفوتوشوت العظيم الأول عملنا هي. هلا أندري بعد ما لقيت اللي بدي إياه هون كثير ناس حبوبي، كثير ناس مهضومة. بس شفتك قلت دغري بدي أطلع لحقك. هلا لك مستعجلة حبيبتي، بعرفك شيء؟ لا بس أنا لا بعرفك منيح. سوري لأنه بتابع دائما برنامج بصراحة. بس كنت عم ماي فان. شو اسمي؟ اسمي فدا. فدا؟ ايه. سوري أنت هالمرة هي لقيتك. أنا كنت عم فتش عليكي صراحة. أوكي. يعني حاولت كثير أوصل إليك فما قدرت. فهلا جيتي هيك بالصدفة لحالي، كنت عم شوف تياب فبصدت بالصدفة كثير. صدفة كتير حلوة. فأنتوا هلا عم تصوروا، أنا تفاجأت بس عم تصور. ما حبيت روحك من إيدي. حلو كتير، يا ريت كل الناس مثلك. أول شيء أنا بعتذر، فكرت بعرفي. لا أكيد. لأنه الألزايمر بلش يعني. لا أكيد. ضارب. أنا عادة ما بحب كتير الكاميرا بس. عادة شوي علي يا أندري لك خي تاخذ نفس لأنه إيش عم. أنت ما يعني ما قدرت لأنه عم دور عليك. حبيبتي أنت. Thank you very much. فقلت بدي أمسكك حتى لو في كاميرا بدي أمسك. فدا. ايه فدا شايف التراك اللي هون؟ يا دغري وقف تحت الشجره. اوكي عم نعمل ميك اوفر. اوكي انت بدك ياني مشان شو؟ نصيحه شو؟ ستايل يعني بدك تغيري؟ بدك تغيري؟ بغير اكيد. اول شيء رح اخذ انا وانت صوره. اتس هانتي. اوكي فدا. فدا الوطن كله. فدا بدك يعني. ميك اوفر ونحن بدنا نعمل ميك اوفر. أوكي. يعني صرنا هيك سوا. وهلا فاضي قولي لي ايه هلا استفلي يا هلا يا ابدا. هو انا الآن. عندي شغل بس. بونجور مدام كيفك؟ حبيبتي ثانك يو. نحن بنتابعك على التلفزيون. الله يخليكي الله يخليكي. هلا اذا بدك هنا بتلاقينا هونيك وبنحكي معك اكثر. اورايت ثانك يو. سوري هلا انا كنت عندي شغلة بس بما أن الإيد كان عندي كان فالماضي ناقص ما رح فكر كتير. ايه سوري أول كلاينت تعتذر منكم. ميرسي كتير سرقتها منكم. رجع لكم بعدين بعد الميك أوفر. ميرسي كتير. ثانك يو. فدا صوروا. فدا هي لقتني اليوم أنا لقيتها. اي مال نهار سعاده. كنت عم فتش علي اول ذا واي. كنت عم جرب اتصل فيي على المستقبل ما كان فيها تل. ف طقطت فيي وشوفوا مالها كيس جايز. رح بلش فيك جاد. هي في عندها محاوله الوان مش عارفه شو قاصده يعني. كذا لون شو قاصده؟ كذا لون تكنيكلر. ما بعرف شو بيطلع معي. بتسلى بحالي. اه حلو كثير. يا ريت تتسلى. بجيب لك مونوبولي بتلعبي فيها. بجيب لك ورق لعب. بعرفك عجينة بتلعبي طبني. ما بيتسلوا بشعراتهم. طب شو بدي اعمل؟ بزهق من حالي. ما بدك شو بتجي لعنا؟ ما بتفشش فيي. ليتك هلا ليتك. جيت لعنا. اوكي جاد لون بشرتها ديفينتلي بيلبق لها الاحمر مع انه انا بالصيف دائما بقول لهم الاحمر بهرع على المي. بس انت بهيك حاله جاي تعملي ميك اوفر على السريع مطرح ما نحن بدي وصلك على المحاوله اللي عم بتجربيها. انت عم بتحاولي. عم بحاول صح.
عم تحاول على الاحمر. انا بدنا نعملها اياها شوي فلاشي ورا ليضويها يعطيها نور حلو للوجه. انا بحب كثير الاحمر بس جربت انه يوصل للدرجه اللي انا بدي اياها بس ما كان يزبط معي. لازم اي درجه بطيخه يعني شو؟ لا بدي بروفيشنال بس حبيت يعني اعمل شيء هيك سلبي. طيب نحن حنحقق لك هلا على سوا على يوصل لك. عرفتي كيف؟ نحن جيتي والله جابك. اوكي رح نفوت بنفوت بنفتح على ال على ال بس انت كيف بدك تعمل؟ عن الحاسه نعطيها شوي نحاسة حتى يطلع شوي أفتح. لحظة في موسيقى عشوة. أوكي بيلبق لي النحاسة ما جربت أعمله ولا مرة. طبعاً بلا أحسن نعطيك شوي الأف... ما بدي يعكس على الأطراف حيكونوا شوي أفتح من الرسم اللي عندي. ما بيصير أصفر ما بيصير أصفر أبداً. وإذا يوماً ما حبيت تغمقي والباز صارت نحاسة عم تعمليه على شتان بيصير يليلي تحته النحاسة بيصير بجنن. عرفتي يعني يعني حتى لو نزل هيدا وفتحت أوكي. نشتغل عليها هو حيكون بالاحمر بس في رفلين حاسه حتى يعطيك الفلاش يطلع حلو ليضوي لك اللون. انا صراحه حابه يعني يكون في شيء يعني مختلف تماما يعني كان شيء وصرت شيء. هلا انا ما بدي اعرف حالي يعني حتى من لك اسم جديد مش يعني غلط مش غلط حبيبتي انت رح نضلنا بالتوناليتي الاحمر اللي عم بتحاولي لانه فعلا هو اللون بيلبق لك هيدي واحد اثنين بدنا نلاقي التوناليتي المضبوطه مضبوط ثالث شيء جات بليز بدك تظبط لي هالشعرات مش معروف القصه بدنا نعملها بدي قص كوب حلوه كمان بليز كوب حلوه اوكي هيك هيك قصير عشو بتخافوا دخلكم لا بس بكون هالقد عشو خايفين لو انه لهون ريبانز بالعكس ما بيطول اصلا نفسي يطول شعري ما بيطول لا نحن حنعمل لك لوك اليوم كلك على بعضك انا عم بتصور عن غيري كثير بدك تقصري اوكي لا لا نو نو مش كثير لانه بحس وجهي كبير صح ما بلبق له صح مليون مية بس حنعطيك الشيب من ورا شي عطت التبس هي اليوم انا ما حكيت ولا كلمه ما بدي اياه يكون كثير نحاس لما يضرب اصفر على وجهي ايه ما هيدا نمبر 1 يس مزبوط اللي عم تقولي نحن ما حنخليك تحسي هيك ثاني شيء وجهي عريض ما فيه قصر كثير اثنين وبتزيدي انه شعرك كيرلي ما بتقصر ما بدي ايه بدي شيء يلبق كل يوم صار تربح معنا ثلاث جوائز هلا للاخر اذا بنكفي حنطلع اوكي جاد لكن اتفقنا اوكي رح نعمل اللي انت رح تشوفه الاصبط فيري جود سمعت كل الحديث عرفت ستايل انا عم شوفه بدي اعملها شيء ريلي ستايلش شعر احمر فتنا بالريتم اوكي دبري راسك بدي لوك ريتم اول شيء سؤالي لك حياتي فدا انت ريس محوشبك او تاتو تاتو انا بدي اعملهم ارجع تاتو بس يعني حابه كنت اخذ فكره عن كيف بدي ارجع اعملهم فانت لقيتي هلا يعني لقيتك مثل ما انا بدي يعني لو عم بطلب شيء حبيبتي انت هلا بس مش هلا مش معلمتيني ابدا كمان بدي ارجع اعملهم فقلت بسالك يعني هلا فينا نشيل فينا نشيل ايه فيكي تعملي بدك اياه وتعطيني وتعطيني شيء انا بدي اعمله مليون ارجع اعمله كيف يلبق لبقى تمام this is what we're gonna do طلع بحالك بالمرايه شايفه حالك قديش قاسي يا قاسي لانه حواجبك مغمقتهم ومقربتيهم بيعطوا عبوس ايه لكن رح نشتغل على اللحن بدنا نبعد ونفتح قلني هيك بس في شيء نوعا ما صح انه قشطتهم هي عينها 100% الرسمه جايه هي لفوق ايه عطيتها انا عملت رسمه بس لا لا بس اللون اللون بس بدنا مظبوط بدنا نبعدهم عيوننا قراب ايه عيوني قراب بدنا نفتحهم عم بعض اوكي في عنا correction definitely عنا skin coverage full coverage alright بدنا نعمل correction لحتى يبين عندك وش بدنا نشتغل تان كتير منيح اوكي هوري بهالوقت انا and my friend اللي رح نقرش وبدنا نلبسك ايه بعد فيلتياب بعد فيلتياب حياتي بدنا نقرش وفي لبس كمان تجي نجيب لك كذا تشويس واو ومنشوف يعني كله كله يعني مش عايزه بروح على البيت حدا ثاني يعني ابدا الزوجه الثانيه هيدي انا بكون الزوجه الثانيه انت كمان زوجه متجوزه عندك عندي بيبي عمره 3 سنين ونص انت وقت قلتي لي بيبي بدك رحمه انه ابني انه بتركه 3 سنين ونص ايه
ان شاء الله يعفي عيط لك ماما. بعيد هي بدي ارجع ما يعرف مين انا ماما. اوكي حياتي، نحن هدفنا دائما انه نبسط العالم اللي معنا، وام شور رح تكوني كثير هابي. شباب انا بترككم، عندي مشوار صغير. اوكي انا باي 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 باي. الكيس تبعتنا فيدا كثير حبوبه. اخ انا كثير هممني امرها، خاصه انها هي عم تبرم علينا كيصير لها فتره. اوكي بدي اعمل ريترو. ريترو من الاخر، ريترو دبروا حالكم. دبروا اوكي هيك قرب. اوكي يعني ما بعرف شو حتنقي الثياب، شعره بس بدي احطك بالجو. اوكي شعره بدي اعمله نحاسي. سو اللون الوحيد اللي فيه اتصور فيه هو على ضرب على اورنج بس. أوكي. لا الاحمر دخيلك ولا الفوشيا. ما لا اعملي لها فوشيا. فوشيا مثلا ما فرضينه علي ليه؟ انا منيحه كل الناس بتحبني، ما حدا حيهجم علينا. يلا اوكي جي جي اوكي عن جديد. خلص خلص جديد. ريترو من الاخر رح نقي لها شيء لزامي. لزامي طبعا. تذكروا يلي عامل شعره احمر تهرب من لون الاحمر والفوشيا القوي، فينا نكسو تهرب راكد يعني. ما هيك جاي جاي شو رايك؟ سبيس فيجن. سبيس فيجن دائما لازم نحكي عن سبيس فيجن. كنا نبدل المعطرين اللي ملبسينه لإله بدل ما يلبسونه لإله. لا ها بدلنا. اوكي يلا انا صرت سبيس فيجن. اوكي عظيم. شو رايك؟ عظيم كثير حلو. حبيتي. كلك على بعضك. هيها نكمل حلقة فيها. بدي اعمل احكي نقطة صغيرة على فدا. جسمها كثير مقسم حلو. اوكي كثير بروبورشن بس منا ضعيفة كثير. ضعيفة كثير. الكاميرا بتنصح بدنا ننتبه على اللي بدنا نجيب لي. اوكي اوكي وبدي اخلص منه لجي جي ده حالي. بعد في شيء بتكون رايح الي رايح. باي باي. الله معك. اهتمي بجي جي. جي جي تعال هون. باي. كيف عم تشوفي؟ كيف عم لا انا عم اقيس بس. ايه لا كيف عم تقيسي مع الوراء؟ عم تعرفي؟ ما بدي اشوفها اذا بتنبالي او لا. خيي احنا برنامج فوتشر عم بختص باللوك. شفتوا هذا التراك اللي برا هون؟ نغير اللوك اون ذا سبوت. ناخذ شعر تيب شكل نعمل كل شيء. اول شيء اندريه شوف البنات شو حلوين. They are naturals. ناتشرلز مشتاقين حالهم. ان شاء الله يا رب ما يضرب الفيروس. اي هوب ما حدا يلعب عقلتكم. سو بريتي. او ماي جاد لقيتهم. هول من وين جبتيهم؟ من هون. عم شوبينج جايز. اوكي جربتيهم؟ لا بعد جربت بس. طيب جربي لنشوف كل وحده شو بيبقى. اول شيء شو اسمك؟ دنيا. دنيا وانت حياتي؟ ناتاليا. شام. اوكي تعم شوفي اذا اوكي طلعي بأدري كأنه هي المراية. أكيد بيلبق لك. رح قلك ليه وجهك أوفل وعملتي هيك شوي يعني عملتي شوي أجي لأنه هو منه أجي كتير بيلبقوا لك. ورجينا عيونك بفتكر عيونك أجمل. علي هيك alright. أوكي طيب حلوين غيروا. في هيدا سوري لحظة. You want big ones? هيدول big فرد وقت مش اكلين لي كل وجهك من الجناب. You know from the sides. ما لازم يكون طالع مثل الذبابة. مغطي الوجه. ولا. I like it. كتير صرع. كتير حلو. It's different. Color. Color. كتير حلو. اوكي خلاص اشترينا مشروع ميرسي كتير. I love this one. علي اصباط منك. رح I'm going to explain why. انت هون عندك yes. محل اعلى من التين دونك عليت yes. كثير. It should look like this on you but normally
which is not the case. Aviator style من عليون هيدا مش it seems it is the one. شوفي كيف نزل على منخرر زبط it just came down. شفتي كيف قعدت على الوجه مزبوط ما طالع لفوق هيك مفروض كان يطلع هيك صح. لو كان عندك اثنين هون كان هيك طلع. هلا بينت سنت ال times you know funky style funky a pas de l'éléphant hippie love and peace هيدا الوضع ايوي. اشتريت عوانيت يلا نحكي بسرعة راحوا الأصوات بسرعة إلي رحت عند لزامي وجبت كتير إشياء شو فيهم ونقي أنا في القلق عم أمسح إلي نعم اوكي لبساتين مبينين ريترو اوكي انا واي اني واي يس حبيت فضل ما ناخذ جاكيتات فضل هيدا انسامبل ايه مع شو بونتالون مع واو شانيل لوك يعني اكزاكتلي شانيل هيدا نايس كمان يس طيب اوكي بس قلت عنه لا ما راح اعطيها اياه انا عندي حياتي عذاب مع الفريق العمل يا جماعه شو بعمل بس مزوي وشاطر يعني اكثر مجبوره فيه على كل عندنا ثلاث فساتين الريترو لوك في يكون دريسز في يكون بنطلون وجاكيت و في يكون دريس مع بوليرو اوكي هلا عندنا ثلاث لوكس رح نجرب اي اللي بيزبط عليها أنا خايفة إنه تجي الأشياء شوي تنصحها بدنا نلعب بذكاء نلبس ريترو نقيس ونعمل بطريقة تبين نحيفة أكثر من ما هي أوكي؟, أوكي حبيت كتير الألوان لأنه بالبقولة بما إنه عم نعمل لها شعرة نحاسي ما مفروض نروح بالألوان لحتى يبينوا الشعرات موتوسيكلت أوتوكارات ما رح فيكم تسمعونا يعني بعطيكم ثلاث ثواني خلينا نسكر نختصر الموضوع الأساس انعمل رح نشوفها باللوك النهائي بعد شوي خليكم معنا عزبتي بس لقيتي ايه صح خبريني شو رحلتك معنا رحلة كتير حلوة كتير عجبني اللوك وتفاجأت فيه صراحة كنت خايفة من القصة كنت عم قل إنه عم قلك إنه ما بدي أقصر بس لما شفت القصة كتير تغير رأيي ميرسي كتير حلو ميرسي جاد ميرسي ميشيل ليون شكر كتير جاد لأنه تعب معي من الصبح إله واقف كلونه كقصة بس كتير عجبتني القصة الحمد لله زغرتني وحسيت حالي فريش وحتى اللون كنت أول شيء ماني مقتنعة فيه إنه أحمر هيدا الدرجة وبعد لما شفت رح ياخذ لما البنية. شفت النتيجة لقيت لا كنت غلطانة ميك اب شفتي انه ما في شيء بالميك اب كثير يعني ناتشورال بس حلو نفس الوقت ميرسي ناتالي بتشكرها كثير عن جد وبتشكرك الك كمان وتياب العذاب كان تياب العذاب اللي تعذب معنا الي الي حبيبي شوي الي الي لا لازم بس بهي الحلقه شغله صغيره انه الي تفضل بالشوبيت بوضع هلا مش دايما جي جي بدي افراي سوري جي جي انا اوكي كثير تعب فعلا اليوم شو ركض شو باليوم تعب القياسات شوي بس بالاخر مش الحال اذا لقينا معلش مش الحال ان شاء الله تكوني راضيه عن النتيجه اكيد كثير راضيه شفت قد ايه مهم نقيس اكيد ما تكون تقيسوا بنشوف القطعه بناخذ نفس السايز بنركب اللوك اذا ما قيسنا ما فينا نعرف يعني بالمطلق بتكوني حبة شيء بس على الكاميرا بتطلعي او بالحقيقه بتطلعي صح. مش مزبوط اوكي في بدك شيء بعد منا حبيبتي يلا باي الله معي باي لا نحن بنمزح بعد ما خلصنا نحن عندنا بعد هدايا قلت لك رح يكون عندك هدايا بعد معنا
شوارتزكوف مقدم لك برودكتس لتستعمليهم، خاصة الشعرات اللي فيهم ريد كولر. اوكي ثانكس ميرسي. في كريمات وفي ماسكات لنهتم بشعرنا. وبعدين أليس قدام قدمت لك اهتمام لجسمك لراحتك، انت بعدك مولد جديد، كل شيء في برودكت تعملي فيهم، باموس بان دوش بان توس، كل شيء كل شيء لراحتك، بام 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 بام. اي فوالا، مبروك حبيبتي، نحن انبسطنا كثير فيك. وانا كثير انبسطت، انا انبسطت انه بسطتك، لانه قديش صار لك عم تعذبي تلاقيني. ثانك يو فيري ماتش فريندلي، وعن جد كثير بتشكركم وبتشكر مش كثير صدوا حالكم واندري وإلي كل الشعب. وانت كثير حبيبتي، ثانك يو فيري ماتش. ونور كمان كلهم 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 ميرسي كثير لك. اهم شيء انه انت انبسطتي وحبيتي شو كثير انبسطت وكثير حبيت. ميرسي ثانكس، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو ثانكس. اي بس بس خلصت الحلقه.